معك وسام بما تقول وزارة الداخلية في حكومة الشرق الليبي بأنها تخلي منطقة درنة، وذلك لتوسيع عمليات البحث وانتشال الجثث. ما الذي يمكن معرفته عن أوضاع المدينة الآن إنسانيا بحسب المعلومات المتوفرة؟ نعم سهام، دعني أبدأ من أحدث الأرقام المتوفرة إلى حد الآن بخصوص الأعصار الذي ضرب مدينة درنة شرقي ليبيا. بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي جهة رسمية حكومية، تفيد بأن أعداد القتلى يقدر إلى حد الآن ب 5300 قتيل، فيما قدرت أعداد المتضررين أو الجرحى والمصابين من جراء هذا الأعصار إلى 6400 شخص، وأعداد المفقودين إلى حد الآن تقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تقدر بأكثر من 10000 شخص، وهي أرقام تقول بعض المنظمات الأخرى والجهات الأخرى أنها مرشحة للارتفاع، باعتبار أن هناك الآلاف ما زالوا إلى حد الآن مفقودين، وبالتالي قد يرتفع هذا العدد، عدد ضحايا هذا الأعصار أو هذه الفيضانات. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقول أيضا أن السلطات والجهات الرسمية قامت بإخلاء مدينة درنة، وإلى حد الآن أكثر من 36 ألف شخص تم يعني هم في عداد ربما النازحين من هذه المدينة، 30 ألف منهم فقط في مدينة درنة، والبقية في المناطق المجاورة القريبة أو القريبة من مدينة درنة مثل شحات، مثل البيضة، ومنطقة أو مدينة سوسة. وهذا الأمر يعني بأن أكثر من 30 شخصا في مدينة درنة هم مشردين إلى حد الآن وفقا لمنظمات الإغاثة والجهاز الطوارئ في هذه المدينة. ربما هذه الأرقام الرسمية تشير وتؤكد بشكل قاطع أن هناك مأساة إنسانية غير مسبوقة في مدينة درنة، وبأن الجهود المتواصلة لإجلاء وأنقاذ المصابين وأنقاذ المتسكنين من مدينة درنة ما تزال متواصلة، لكنها محدودة وغير كافية لاعتبارين أساسيين. ربما السبب الأول هو ضعف الإمكانات المادية واللوجستية، وحتى المساعدات القادمة من بعض العواصم العربية وغيرها لم تتمكن إلى حد الآن من تخفيف وطأة هذه الكارثة الإنسانية على متسكني مدينة درنة، باعتبار أنها لم تصل بالشكل